اي بس انا انا مواضيع انا ما اشوف فيها ان فيها مشكله هي ممكن تشتبه على الناس تشتبس عليهم فيفهمونها بطريقه غلط. ما يالك تبليغ احتيالي على لا الحمد لله ما صار من الجمهور نفسه؟ من الجمهور او واحد يدعي عليك ان انت في في حلقه من حلقاتي انحذفت بسبب تبليغ جماعي كان يعني جماعي وكان وانظلمت فيه؟ اي <تصفيق> <تصفيق> لان كنت اتكلم عن قضيه زواج يعني انه ان الواحد يعني الفرق بين الزواج التقليدي والزواج العادي م. يعني واحد يختار ويتعرف عليها وكذي بس, بس, كان هذا الموضوع يعني يعتبره جرأة بالطرح طيب هذا وقته على وقته كان جرأة هاي كان بأي سنة؟ صار لهم ثلاث سنين كذي يعني على وقته توقع جريء